أزول السلام عليكم. ولد الشعب بنت الشعب. عندنا هنا واحد شاركوا معاكم. شنو هو هذا الفيديو؟ بفضل هاد المواقع التواصل الاجتماعي اللي ما مسيطرش عليها المخزن، واحد السلاح اليوم ديال كل محقور كل مضروب من طرف الأنظمة الديكتاتورية الإخوانية. كما قلت عندي هنا واحد الفيديو ديال واحد شاب مظلوم ولا تحقر في هذيك البلاد اللي كتسمى دولة أمير المؤمنين بين قوسين. أنا بعدا كشخص فين ما شفت شي منكر ولا شي حقرة كتوقع في ولاد الشعب كنشوف من الواجب ديالي نجي نهضر على هذا الشيء. لحقاش الا ما هضرناش على هاد الحقره والضمنه مع بعضياتنا ما نستناوش المخزن والاجهزه ديالو، اللي كنقول المخزن والاجهزه ديالو الاجهزه ديالو ما بينهم هذيك الشيوخ البلاط اللي ما كيهضروش على هاد المظلوم. ولكن احنا كولاد الشعب اللي عندنا هاد المنابر المستقله اللي ما كيقدرش يتحكم فيها المخزن كنهضروا على هذا الشيء. علاش؟ لحقاش هذه وصايا من وصايات الله تعالى. قال لك اذا شفتي شي ظلم خصك تستنكرو. هذاك الشيء اللي كنديروا الاخوان والاخوات. كان هنا واحد الشاب نوض العافيه بما يسمى البطاقه التعريف. هاد الشاب علاش نوض ولا حرق هاد البطاقة ديال التعريف؟ غادي ندوزو الفيديو الإخوان والأخوات نشوفو علاش هاد الشاب المحقور المظلوم في دولة أمير المؤمنين علاش دار هادشي. هاد لاكارت أنا نعطيها العافية دابا حيت أنا أخلاق خشبة راسي في المغرب ماشي أنا اللي اختارتها. كانت الاختيار في يدي، ما اختارش المغرب، ما اختارش دولة الحقوق، وهاد الجنسية هادي فرضوها عليا ماشي أنا اللي اختارتها. والحلم ديالي هي تطوان ما تبقاش محسوبة على المغرب، ترجع محسوبة على اسبانيا ولا نبنو الدولة ديالنا بوحدنا. على داكشي دابا غنحرق هاد اللاكا. هنا كاين الريح، لا تمشيو شي بلاصة أخرى. كما شفتوا الاخوان والاخوات الدري ماشي هبيل في كامل القوى العقليه ديالو، شاب في مقتضى العمر كيحرق هاد البطاقه ديال التعريف. علاش كيدير هذا الشيء؟ راه كما سمعتوا الفيديو ساخط على الوضعيه. شاب عادي يمكن تلقى عنده 18 19 ولا 20 سنه، لا خدمة لا يدمى لا قراية ولا هم يحزنوا، يجي يهضر على الحق ديالو يخرج للشارع يستنكر هذاك الشيء يعطيلو الهراوة يديه للحبس يجلسوه على القرعة في دولة أمير المؤمنين. نعم في دولة أمير المؤمنين كيجلسوا ولاد الشعب على القراعي. نعم واش قبل؟ قبل دولة أمير المؤمنين ديال الحق ديال الأنبياء كانوا كيجلسوا الناس على القراعي اللي كيدويو على الحق ديالهم؟ لا، يعني هاد السيد فرعون السادس ماشي أمير المؤمنين اللي كيجلس ولاد الشعب اللي كيقولوا في الخطابات المشبوهة شعبي العزيز. يعني كيقول شعبي العزيز جي تهضر على الحق ديالك يجيو يديو لك الحبس يجلسوك على القراعي. يعني هذا نفاق الاعظم الاخوان والاخوات. هكا كنشوفها على
المنطق كيقول هذا الشيء بلي لو كان هو امير المؤمنين ما يجلسش اللي يهضر على الحق ديالو يجلسوا على القرعه الاخوان والاخوات. هذا المنطق كيقول هذا الشاب الجيل اللي طالع الاخوان والاخوات ما تقدروش تكذبوا عليهم بالخزعبلات ديالكم. ارى محمد الخامس كان في القمار، ارى فرعون السادس امير المؤمنين خصكم تطيعوهم، واخا ظالم ولا ماشي ظالم خصك تطيعو، واخا يعطي لك القرعه خصك تطيعو، واخا يعطي لك الهراوه خصك تطيعو. ها هادو كيقوله شيوخ البلاط اللي من المفروض هما اللي غادي يجيو ويهضروا على هاد الاغره والظلم اللي كيوقع في ولاد وبنات الشعب، ما كيهضروش على هادشي. شنو كيعلم اللي كيهضروا؟ كيقول لك اطيعوه كما كان ظالم ولا مظلوم. علاش كيستافد من الريع في كل شو عجينه؟ ولكن الحمد لله الاخوان والاخوات اليوم كحنايا كشعب مظلوم ومحقور من طرف هذا النظام الديكتاتوري عندنا واحد السلاح كبير. شنو هو هذا السلاح؟ هذه المواقع التواصل الاجتماعي اللي خرج على سيطرة المخزن، يعني ما يقدرش يسيطر عليه المخزن. واحد السلاح كبير الاخوان. دابا هذا الشاب والحمد لله حنايا كنعملوا الرسائل، الله تعالى قال لك الا شفتي شو ظلم خصك تستنكرو. انا شفت هذا الفيديو، هذا الظلم، هذا الحقرة اللي كيعاني بها هذا الشاب، جيت درت الواجب ديالي والوصاية ديال الله تعالى، جيت نشرت معكم هذا الفيديو الاخوان والاخوات. يعني هاد الجيل اللي قادم اللي جاي ما تقدروش تستحمرهم. هاد الشباب اللي هاد الجيل اللي طالع واعي واعي، كيعرف يمشي الانترنت، يمشي جوجل، كيقلب على هاد الشيء. اللي كنقول لكم الاخوان والاخوات، هاد الاعلام البادل اللي عندنا اللي واحد الضربه القاضيه الاعلام الممخزن ديال النظام العلوي، واحد الضربه القاضيه الاخوان والاخوات. يعني شاب في مقتضى العمر خرج كيحرق هذه البطاقه الله وطنيه، علاش؟ وصلت له العظم الاخوان والاخوات كما قلت، لا خدمه لا يدمه لا قرايه ولا حتى شي حاجه. ولد فرعون السادس كيقرا في الميريكان وكيقرا في فرنسا، وهاد ولاد الوزراء الشفارة كلشي كيقريو ولادهم برا البلاد، كيداوو برا البلاد. ولد الشعب العصا يهضر على الحق ديالو، يديه للحبس يجلسو على القرعة. هذا الشيء اللي كيسال ولد الشعب وبنت الشعب في دولة أمير المؤمنين. اللهم انصرنا على قوم الظالمين، اللهم انصرنا على قوم الظالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول ولن نزول.